حالة من عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تتأثر بها المملكة خلال هذه الليلة، وطقس شديد البرودة متوقع في عامة مناطق المملكة، وكتلة هوائية قطبية محتمل أن تصل إلى المملكة مع يوم الأربعاء ونهاية الأسبوع. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا متابعين طقس العرب، إليكم النشرة الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بداية، كانت الأجواء مستقرة في عامة مناطق المملكة، ولكن تبقى الأجواء باردة وأقل من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. من المتوقع أيضا أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ بعد منتصف هذه الليلة بمشيئة الله. وبالنظر إلى خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك زخات عشوائية من الأمطار بمشيئة الله ستكون على المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن هذه الأمطار ستكون عشوائية وغير منتظمة، ولكن بسبب أيضا برودة الأجواء متوقع أن تتحول بعض هذه الزخات إلى زخات ثلجية، وتحديدا في مناطق البادية الشرقية بمشيئة الله مع ساعات نهار يوم الاثنين. وبالنظر أيضا إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا، نجد أن الأجواء تبقى باردة جدا وأبرد من معدلاتها المعتادة، لتكون درجات الحرارة لا تتعدى في عامة مناطق المملكة 10 درجات نهارا، لذلك الأجواء تكون باردة جدا بمشيئة الله. إذن بالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة، نبدأها بتكون درجة الحرارة 3 درجات مئوية، ومتوقع أن تكون هنالك أمطار مخلوطة بالثلوج بعد منتصف هذه الليلة. متوقع أن تكون الملموسة 3 درجات مئوية، ودرجة الرطوبة أن تكون 46%، وسرعة الرياح متوقع أن تصل إلى 6 كيلومترات. بالانتقال إلى 3 أيام قادمة ودرجات الحرارة المتوقعة، ومع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، تكون درجة الحرارة يوم الاثنين إلى 5 درجات نهارا مع فرص لزخات أمطار مخلوطة بالثلوج. تتراجع هذه الفرص مع ساعات المساء، ولكن تبقى درجات الحرارة منخفضة جدا لتكون 2 درجة مئوية، وتبدأ بالارتفاع تدريجيا مع نهار يوم الثلاثاء لتكون غائمة جزئيا وتصل إلى 10 درجات في العاصمة عمان، ولكن مع ساعات مساء يوم الثلاثاء تعاود درجات الحرارة بالانخفاض ليكون هنالك فرصة لأمطار مخلوطة بالثلوج أو أمطار ثلجية مع ساعات المساء لتكون درجة الحرارة أيضا 3 درجات. أما يوم الأربعاء فنراقب هنا في مركز طقس العرب ورود أو اقتراب كتلة قطبية إلى المملكة، قد تؤدي إلى منخفض جوي، ولكن سنعطيكم أبرز التفاصيل في النشرات القادمة. بالانتقال لدرجات الحرارة المتوقعة في عامة مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد، حيث تكون درجة الحرارة 13 درجة إلى 5 درجات، في عجلون هنالك احتمال لأمطار مخلوطة بالثلوج، وتكون درجة الحرارة ما بين 13 إلى 4 درجات، في جرش تكون هنالك أمطار ثلجية بمشيئة الله، ودرجات الحرارة تكون من 5 درجات، وفي المفرق تكون هنالك احتمال أمطار مخلوطة بالثلوج من 5 إلى 4 درجات. بالانتقال إلى وسط المملكة الأردنية، نبدأها من البلقاء، تكون درجة الحرارة من 11 إلى 3 درجات، في مادبة تكون هنالك احتمال لزخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج، وتكون درجة الحرارة ما بين 12 إلى 3 درجات. في العاصمة عمان تكون درجة الحرارة ما بين 5 درجات إلى 2 درجات، وفي الزرقاء هنالك احتمال لأمطار ثلجية، وتكون درجة الحرارة من 5 إلى 3 درجات، وفي البحر الميت تكون درجة الحرارة من 19 إلى 11 درجة. بالانتقال جنوبا، تكون الأجواء غائمة جزئيا في عامة المناطق، لتكون درجة الحرارة في الكرك ما بين 11 إلى 3 درجات، في الطفيلة من 11 إلى 2 درجات، في جبال الشره تكون من 10 إلى 0 خلال يوم الاثنين، في معان تكون درجة الحرارة من 17 إلى 3 درجات، وفي العقبة تكون درجة الحرارة ما بين 20 درجة إلى 11 درجة. بالانتقال شرقا، تكون هنالك درجات الحرارة في الرويشد ما بين 17 إلى 4 درجات، في الصفاوي هنالك احتمال للثلوج أو زخات من الثلوج، وتكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 5 درجات، أيضا بالأزرق تتراوح درجات الحرارة ما بين 5 درجات، ويكون هنالك فرص لأمطار ثلجية بمشيئة الله. كانت هذه أبرز التحديثات الجوية، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة بمشيئة الله، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع
المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.